تنديدا بالهجمات الإرهابية التي تقوم بها عصابات داعش الإجرامية على محافظة الحسكة، نظم أهالي مدينة القامشلي وقفة احتجاجية في ساحة الرئيس وسط المدينة، حيث دعا المعتصمون من خلالها كافة مكونات المجتمع الحسكي إلى وحدة الصف خلف الجيش العربي السوري. نحن جايين عنا رسالتين، الرسالة الأولى للتنديد بالهجمات الإرهابية على محافظة الحسكة، وشفنا اليوم كل المكونات اجتمعت على كلمة واحدة أنه نحن ضد هذا الفكر الظلامي. الرسالة الأخرى هو نداء عاجل لكل الوجهاء العرب والأكراد وشبابنا للتطوع بالجيش العربي السوري وقوات حماية الشعب والدفاع الوطني، لأنه هدول الفصائل الثلاثة اللي حملوا السلاح وعم يقدموا شهداء ليحافظوا على أمن محافظة الحسكة. نحن من خلال هالاعتصام هالاحتفال الشعبي نحن حابين نوصل رسالة للجماعات التكفيرية لكل العالم أنه شعب المحافظة شعب واحد بجميع مكوناته، ونحن ضد هالجماعات التكفيرية، ضد تفكيرا انه هن يدخلوا على المحافظة، وان شاء الله رح نثبت لهم، الايام رح تثبت لهم انه هن اخطأوا العنوان، والشعب المحافظة شعب واحد ورح يتم واحد. اليوم جاي هالاعتصام واقفة بوقفة عز ووقفة فخر، انه اليوم لازم نحن كلياتنا الكراد بعربه ومسيحيه كلياتنا بنكون ايد وحده ونوقف وجه هالارهاب وهالتكفيريين، ونقول لهم انه مكانكم مو هون، مكانكم برات هالبلد، لانه نحن بدنا ندافع لاخر نقطه من دمائنا عن قامشلو عن سوريا عن ارضنا الحبيبه. نوجه رساله كمان لهالتكفيريين انه هن يطلعوا من اراضينا من سوريا، سوريا هي مو بلد علماني، ما انه بلد تكفيري ليجوا هن يتحموا باراضي سوريا، يرجعوا على افغانستان على بلدهم، يروحوا يحرروا فلسطين احسن ما انه هن جايين مدعومين من قبل السعوديه وقطر ومن دول الغرب، وهن راح يكون سوريا هون مقبرتهم. هو شعب اختار ان يكون مع الوطن وجيشه، فتجسدت في ثنائيه الجيش والشعب معاني العزه الوطنيه، انطلاقا من ان الشعب هو حضن الجيش الامين ومصدر قوته المعنويه العاليه في الوقوف في وجه اعداء الله والوطن. فاضل حماد، التلفزيون العربي السوري، القامشلي.